ما إذا تنبه فعليه أن يعود. يعود. آه طيب أليس سجود سهو؟ لابد. طيب يكون بعد السلام أم قبل السلام؟ مخير بين هذا وهذا، كل سجود سهو مخير في صاحبه بين أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام. والتفصيل الذي يذكر في بعض الكتب خاصة الحنابلة أنه قبل السلام من أجل الزيادة، وبعد السلام من أجل النقصان، هذا له أساس؟ هذا ما له أساس. اللي قالوا هذا التفصيل لاحظوا بعض الحوادث بتطبق عليها مثل هذا التفصيل، لكن جاءت حوادث تنقض هذا التفصيل، ولذلك يكون الإنسان مخيرا بين أن يسلم ويسجد وبين لا يسلم ويسجد ثم يسلم تسليم الخروج من الصلاة. نفس السؤال الشيخنا، هاي الركعة الرابعة.